عجب طريقتكم في تزيين واجهات البيوت. ألم تجدوا لتزيين واجهة بيت الخليل بن أحمد الفراهيدي زخرفة غير حرف العين؟ أنسيت يا أستاذ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من وضع معجما في اللغة العربية؟ الصواب الفراهيدي بياء النسب. تقصدين كتاب العين؟ إذا إكراما لحرف العين الذي بدأ به معجما زينتم واجهة بيتي هكذا؟ فكرة جميلة وطريفة، هل يمكننا أن ندخل فنزوره؟ بلا ريب، ولكن إياك والضوضاء يا أستاذ، فقد يكون الخليل بن أحمد في حلقة تعليم يملي على تلاميذه من بحر ألبه. لك علي ألا أحدث أي ضوضاء. واعلم علمت الحق وعملت به أن من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه. اسم القواعد هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وأن منهم من يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك ضال فأرشدوه. وأن منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك طالب فعلموه. وأن منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فاحذروه. وعندنا من هذا النمط كثير، وكثير جدا يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ضيفنا أستاذ القواعد يا سيدي. أهلا وسهلا به. لو لم يكن أستاذ قواعد لما امتلأ صدره غيظا على تفشي الجهل والجهال، ولما قال ما قال. ماذا أخبرك يا أبا العربية، لا يعرفون كيف يفرقون بين الحروف الشمسية والحروف القمرية؟ يبدو لي أنك صاحب نكتة، ولعل هذه إحدى نكاتك على أهل عصرك. لا والله يا سيدي، لا والله.